شيء الملاحظة في الشكل. الشكل هو أنه رئيس الجمهورية هو اللي أعلن على تاريخ الانتخابات الرئاسية، في حين أنه كان من المنتظر وحسب ما رأيناه في بقية يعني المحطات الانتخابية أنه الهيئة هي التي تعلن عن الموعد، وقبل بثلاثة أشهر رئيس الجمهورية يدعو الناخبين. هذا بطبيعة من ناحية الشكلية، وهذا يدل أنه وكأنه الواقع التالي قاعد يتغير بشوية بشوية، بما أنه على شكل بقية السلطة كل شيء أصبح اليوم يعود لرئيس الجمهورية في القرار النهائي وحتى في القرار الأول في الحالة هذه. ثم بطبيعة الحاجة يمكن الإيجابية هو أنه اليوم ودينا نعرف اللي فما انتخابات رئاسية، لأنه تعرف كان فما شكوك حتى أصلا على أنه هذه الانتخابات هل ستقع في 24 أم لا. اليوم ولا واضح أنه يعني فما تاريخ محدد للانتخابات، رغم جاب طريقة متأخرة زادة، والكالندرية الإلكترونية نذكر في 2014 مثلا انتخابات صارت في أواخر شهر نوفمبر، الهيئة أعلنت على الرزنامة الانتخابية والموعد في 23 جوان، يعني فما فرق كبير في التوقيت، وهذا بطبيعة باش يضرب نوعا ما يعني تساوي الفرص بين مختلف المرشحين، خاصة أنه الرئيس يتمتع بالأسبقية أنه موجود في وسائل الإعلام يومين في إطار أنشطته العادية، وبالتالي إيجابي أنه توا ولا عندنا تاريخ، ولكن مع كل هذه مع الأسف السلبيات اللي هي في الشكل وحتى أيضا تأثر نوعا ما على المضمون. واضح معناها أنه الظروف اللي تعيشها البلاد حاليا يعني من ناحية التضييق على الحريات، من ناحية عدد الاعتقالات ما بين الصحفيين ما بين المعارضين السياسيين من المجتمع المدني، فما بطبيعة تصور للسلطة الحالية أنه كل السلطة هذه الأجسام الوسيطة هي بطبيعة سلبية وتأثيرها سلبي على المجتمع وعلى المناخ العام، وبالتالي فما سعي من هذه السلطة للتضييق على كل هذه يعني نقول احنا السلطة المضادة المجتمع المدني الصحافة ولكن حتى المعارضة، وبالتالي المناخ صعيب. فما بعض الناس يعني من المرشحين اللي موجودين في السجون اليوم، فما اليوم عدد من السجناء الرأي والسجناء السياسيين، فما أيضا خاصة بطبيعة مراسيم وقوانين جزرية اللي ما تعطيش، فما نوع من مناخ من الخوف تخلي فما نوع من لوتوسنسور يعني المراقبة الذاتية سواء في وسائل الإعلام سواء حتى على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تخلينا نقوله أنه معناه المناخ ماهوش الحقيقة مبوأ، ولكن بطبيعة تقعد محطة مهمة يجب النضال من أجل أن نحسن هالمناخ هذايا، خاصة فيما يخص المترشحين. نعرف اليوم ولا تعادة كل ما نسمع بمرشح جديد إلا وملاحقة تقريبا يعني فورية من الأجهزة القضائية، احنا نقوله حتى حد ما هو فوق القانون، ولكن علاش التتبعات تصير تقريبا مباشرة بعد الإعلان على نية هذا الشخص أو ذاك الترشح. احنا في ائتلاف صمود الاسبوع الفارط قمنا بندوة حول المرسوم 35 والمذكرات، ومعناها ضمانات استقلال القضاة بين العزل والنقل، والندوة هذه تبيننا من خلالها لانه كان هناك عدد من المحاضرين المهمين بيننا، واحنا بدجاه هو معروف تقريبا، لكن زدنا تأكدنا انه اليوم القضاء ليس في احسن حال، استقلال المرفق القضاء او السلطة القضائية ليست في افضل حال، السلطة التنفيذية تقريبا من خلال الاليات اللي ذكرناها اللي هي المذكرات اللي هو المرسوم 35 والمرسوم 11 وايضا حتى بعض الممارسات الاخرى تخلي انه القضاة ما نجموش يعملوا في الاريحية انهم يضمنوا شروط المحاكمة العادلة، وبطبيعة ايضا نشوفوا حتى التتبعات تكون بالسرعة وساعة ساعة من رأوا انه فمش احترام يعني الاجراءات، ومعناها فما قضاء بسرعتين اليوم، معناها انجستيس ادو فيتيس ما بين الناس اللي مع السلطة ونشوف انه ملفاتهم يعني تقريبا توضع في الرفوف وتبقى الاشهر والاشهر، وبين المعارضين اللي النيابة العمومية تتحرك ساعة ساعة بسرعة البرق والتتبعات تكون سريعة، وأيضا فكرة قرينة البراءة راوها معناها أصبحت هامشية، بما أنه في 99% من الحالات الإيقاف هو القاعدة ما فيش قرينة البراءة، وساعة ساعة حتى في بعض القضايا اللي ماهيش مهمة راوا أنه معناها مش مهمة معناها ماهيش خطيرة راوا أنه الإيقافات أصبحت هي القاعدة. بالتالي كي نزيد نشوفوا أنه المسألة هذه قاعدة تمس قلنا هذه
عدد كبير من المترشحين اليوم أو المرشحين المترشحين المفترضين، يخلينا نفهم أنه اليوم مع الأسف القضاء ما نجمش يلعب دوره الحيادي كحكم بين بقية كل الأطراف، بما في ذلك السلطة، معناها المرشح تاع السلطة إذا كان يزيد يتأكد أنه رئيس الجمهورية يترشح، مع الأسف القضاء لهنا باش يولي دوره هام، معناها ضبابي، وما يسمحش أنه يضمن هك التكافؤ الفرص بين الجميع. كنا وقت أطلقنا المبادرة في 20 جوان 2023 تقريبا كان الوضع مختلف تماما، لأنه معناها تضييق على الحريات مشى بطريقة تصاعدية. ففي الوقت هذاك كان عديد، فما عديد الناس اللي تنوي ترشح الانتخابات، فما نقاش حول العائلة الديمقراطية وشكون المرشحين تاعها، واللي صار لنا في 2019 تقريبا عدد كبير من المرشحين فاتوا 10 اللي هما تقريبا يقدموا في نفس البرامج ولا تقريبا في العام يعني على الأقل نفس الأفكار. اليوم مع الأسف يلزمنا نعترفوا أنه الوضع تبدل، من اللي كنا نحكيه على المرشح الموحد يظل لي هاتنا نلقاو المرشح الوحيد. يعني اليوم من الصعب يعني بالتتبعات اللي قاعدة تصير أنه مرشح جدي يلقى الإمكانية أنه يخلط يقدم الترشح نتاعه من غير ما يصير التتبع نتاعه. وبالتالي هنا العمل هو على إيجاد مرشح جدي أقول يمثل العائلة الديمقراطية والمدنية، يكون عنده برنامج واضح، ونخلطه أنه هالمرشح هذا يقدم ترشحه بالصعوبات اللي فما والممكن صعوبات اللي بتزيد، ونحكي ونسمع على بيت خوا ونسمع على حاجات اللي هي بطبيعتها مش قانونية. توا كما قال راجل الغنوشي في وقت ما، وقت كانت السلطة عند النهضة، قال القانون يفسره الأقوياء، وكانوا يقولوا وقتها موتوا بغيظكم إلى غير. اليوم يقول لك القانون فوق الجميع ونحن القانون. اليوم يفسر السلطة تفسر القانون كما تشاء، وبالتالي لهنا الإمكانية أنه نلقاو عدد من المترشحين الجديين أصعد صعب. هذا نشوفه حتى بالأسامي الموجودة كلهم تقريبا أول بول، يعني كل ما يصدر معناها موضوع جديد ترشح جديد موضع تور إلا ونلقاو فما تتبع. احنا مع محاسبة الجميع، كل من أخطأ يلزم يتحاسب، ولكن السؤال شبيها الآلة القضائية تتحرك مباشرة بعد الإعلان على ترشح ساعة ساعة في سويعات، ساعة ساعة في أيامات، وبالتالي هذا ما يخليش معناه فما طمأنينة على أنه الانتخابات هذه بتجري في مناخ طيب. بالطبيعة احنا سوف نسعى من احنا وبقية القوى الديمقراطية والمدنية أن ندفع أنه هذا يصير، ولكن الفكرة اليوم هي إيجاد مرشح جدي والعمل على أنه هالمرشح هذا يخلط إلى الدور الثاني. من المؤكد أنه التوانسة بصفة عامة، التوانسة اعتدنا أنه الانتخابات الرئاسية بالنسبة لهم تمثل محطة مهمة، وشفنا أنه نسب المشاركة عادة تكون الأعلى في محطات الرئاسية، ولكن المناخ اللي موجود اليوم، وإذا كان تتوسع التضييقات و معناها خلينا نقول اهم المشاركين واللي عندهم حظوه عند الشعب التونسي ما يتمكنوش باش يقدموا ترشحاتهم، انا متاكد انه التوانسه اذا كان معناها وصلوا انه فهموا انه اللعبه محسومه من الاول وما فماش جدوى كبيره في المشاركه، سوف تنزل عدد الـ يعني نسبه المشاركه بصفه كبيره. هذا بطبيعه يضرب مصداقيه الانتخابات ويضرب مصداقيه يعني حتى او مشروعيه السلطه اللي باش تنجم على الانتخابات هذه. بالتالي احنا نطالب السلطه انها مهم ان تنقيه المناخ الانتخابي في هذه الفتره، التراجع على مراسيم مثل مرسوم 54 اللي توا مجلس النواب يقول انه باش يحاول يمر، ولكن نشوفوا فما تراخي كبير بطبيعه. رئيس الجمهوريه ايضا هو اللي اصدر المرسوم هذا، ينجم هو يصدر امر معني خاصه توا في العطله البرلمانيه انه يتراجع عليه. اذا كان المراسيم الاخرى نتاع المرسوم 35 كان يصير تراجع وتصير على الاقل نوع من الانفتاحيه، نخليه انه الانتخابات هذه تكون عرس انتخابي، انه تونسي بالحق يحس روحه مواطن وانه عنده الحق في الاختيار، ماهوش رعيه، ماهوش وصاي عليه تقول له هذوك ما تنتخبهمش، هو صاحب السياده الاصلي. اذا كان نحبوا انه صاحب السياده الاصلي يسيكسبريم يعطي رايه ويمشي يختار، يلزمنا نوفر له المناخ. وبالتالي اليوم
على السلطة أن تتفهم هذا الموضوع وتتراجع عن الممارسات اللي قاعدة تصير اليوم في انتظار معناها أنه الانتخابات تصير في مناخ يكون مقبول على الأقل.